الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من أهل القرآن الكريم، أهلك وخاصتك. وبعد، في تفسير سورة النازعات، وهي السورة الثانية في الجزء الأخير من القرآن الكريم، وهي سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هذه السورة الكريمة من القرآن الكريم ابتدأت بالقسم، والواو والنازعات غرقا، واو القسم. وكثيرة هي سور القرآن الكريم التي ابتدأت بالقسم. إذا أردنا أن نتحدث عن جزء عما، والذي يشتمل على 37 سورة من القرآن الكريم، 12 سورة، 12 سورة منها بدأت بالقسم. والعصر، والتين والزيتون، القارعة ما القارعة، و12 سورة، 12 سورة منها ابتدأت بالخبر: إنا أعطيناك الكوثر، إذا الشمس كورت، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه أخبار، عبس وتولى، يخبرنا الله عز وجل عن أشياء حدثت أو ستحدث. وهناك 5 سور في الجزء عما نتحدث فقط ابتدأت بالاستفهام عما يتساءلون: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهناك 5 سور بدأت بالأمر: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهناك سورة واحدة ابتدأت بالنفي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. وهناك سورة واحدة ابتدأت بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى. ويجوز أن نقول أنها ابتدأت بالأمر، لأنه سبح فعل أمر. مطالع السور لها مقاصد وغايات. اعتاد العرب
في أسمى مجالات البلاغة والفصاحة عندهم وهو الشعر، أن يبدأوه بمطالع معينة، غالبا ما تكون غزل أو وقوف على الأطلال. معظم أشعار العرب في الجاهلية بل وفي أول عهد الإسلام، كعب بن زهير بن أبي سلمى لما أنشد قصيدته المشهورة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأها بالغزل: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول. وهذه المطالع في أشعار العرب غالبا لا وظيفة لها، هي فقط استهلال، ولا يكون الغزل غالبا مقصود. ربما تكون سعاد كلها امرأة وهمية، امرأة متخيلة ربما، وربما تكون حقيقة، لكن لا يكون مقصد من الاستهلال. هذه القصيدة قالها مثلا كعب بن زهير ليستدر عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ويجعله يعفو عنه بعد أن حكم عليه بالإعدام. فالقصيدة الأساسية للقصيدة استعطاف قلب رسول الله، بدأها بأكثر من 10 أبيات غزل، استهلال مطلع. لكن في القرآن الكريم موضوع مختلف، مطالع الصور لها غايات ولها مقاصد، هي استهلال لمعان وفيها معاني. فإذا عما يتساءلون بدأت باستفهام. هنا السورة الثانية بدأت بالقسم: والنازعات غرقا، يعني أقسم بالنازعات غرقا، إلى آخر الأقسام الخمسة التي وردت. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وكل ما سواه هو من خلقه، وليس للإنسان المسلم أن يقسم إلا بالله. أنت إذا أردت أن تحلف لا تحلف إلا بالله، تقول والله ولا والله. وكل من يحلف بغير الله فقد أخطأ، وربما يصل هذا الخطأ إن كان يتعمد ويقصد أنه يقسم بأعظم شيء عنده، ربما يصل به إلى الشرك. لأن عادة العرب أن لا تقسم إلا بأعظم شيء عندها. فأنت لما تقول علي الطلاق، وكأنك تجعل علاقتك مع زوجتك أهم من الله عز وجل عندك، فتقسم بالطلاق. لماذا تقسم بالطلاق؟ أصلا هذا القسم خطير جدا. أولا هو حلف بغير الله، أنت آثم على أقل الدرجات، إذا لم نقل أنه هناك شرك، هناك إثم كبير. اثنين، ربما يتعلق بالموضوع طلاق حقيقي وأنت لا تشعر. الذين يكثرون من هذا الحلف ربما يقع منهم الطلاق وهم لا يشعرون، وربما يكونون مع زوجاتهم بالحرام لكثرة ما حلفوا بالطلاق. قضية خطيرة يا أخواننا، ما قضية سهلة. واحد يقول لك أنه مزاح، لا ما مزاحة. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع من يحلف بالطلاق قال: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا استهزاء. الطلاق حكم يترتب عليه فسخ عقد مقدس في الإسلام الذي هو عقد الزواج، تجعله ملعبة؟ تجعله استهزاء؟ تجعله ضحك؟ تجعله لأي غرض آخر؟ هذا تلاعب بكتاب الله. المشكلة إنه كثيرين منا اعتاد عليه، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لدرجة أن بعض الروايات لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، قامت الأنصار إلى السيوف وقالت: قوموا إلى سيوفكم فقد غضب نبيكم. القضية ما سهلة. بعض الناس عندهم منهم إشكال من نوع آخر، بتلاقيه أدمع. وطبعا معظم الذين يعتادون على الحلف، معظم لا أقول كل، كذابين، لا مصداقية لكلامهم. فتجدهم
من أجل أن يؤكدوا، لأنهم يعلمون أنه لا مصداقية، يزدادون حلفا. الإنسان الصادق لا يحتاج إلى أن يحلف، ربما يحلف إذا كان هناك وظيفة من الحلف. ربنا لما أقسم هنا من أجل أن يلفت انتباهنا أنه يريد أن يقرر أمرا مهما، لذلك قدم القسم عليه. لكن نحن البشر غالبا الذي يكثر من الحلف، غالبا أعيد وأكرر غالبا ليس دائما، لا مصداقية لكلامه، يريد أن يجعل لكلامه مصداقية فيكثر من الحلف. لذلك ربنا نهانا وقال واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الأيمان، ما لم يكن هناك فائدة لا تحلف يمين، لست مضطرا. أما الإكثار من الحلف في مشكلة يا أخواننا، لابد أن يوقعك يوم من الأيام في الإثم أو في الحنف، وكلاهما قضية يتورع عنها الإنسان المسلم. لذلك احفظوا أيمانكم، لا تكثر من الحلف، احلف حيث لا بد من الحلف، أما دائما 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 مشكلة. بعض الناس اترك الطلاق جانبا، يقسم لك أولا بالله، يقول والله، يراك أنك لم تصدقه فيقول بأولادي. أولادك أغلى عندك من الله؟ يعني الحلف الدرجة الأولى عنده الله، إذا أراد أن يعظم القسم يحلف بأولاده؟ أو يقول لك برحمة أبي. شو هي برحمة أبي؟ يعني رحمة أبوك أهم عندك من، طالما أنك تكثر الحلف وأبوك اللي رباك معناته كيف الله بده يرحمه؟ إذا هي ثمرت، إن كان أبوه هو الذي دفعه إلى هذا. لذلك يا أخي لا تحلف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما لك مضطر بالحلف. هذا الكلام لكل المخلوقين ولا يحرص عليه إلا مؤمن، أما الله فله أن يقسم بما شاء، يقسم بالضحى، يقسم بالشمس، يقسم بالليل، يقسم بأي شيء يريد. إذن هذا للخالق وهذا للمخلوق، ننتبه. هذا القسم، ودائما القسم لابد فيه من جواب للقسم. أقول والله لقد ذهب فلان، ذهاب فلان هو جواب القسم، يعني أنا أقسمت لأؤكد لك أن فلان ذهب، هذا اسمه إيش؟ جواب القسم. فدائما القسم له إيش؟ جواب. هنا الأقسام التي أقسم الله بها: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. خمسة أقسام متتالية. جواب القسم وين؟ جواب القسم هنا اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال جواب القسم هو يوم ترجف الراجفة وحذفت اللام، يعني لترجفن الراجفة، أي أن الراجفة وهي مقدمة يوم القيامة ستأتي. وبعضهم قال لا يجوز حذف اللام من جواب القسم، فجواب القسم هو قوله تعالى في وسط السورة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. جاء كثير من علماء اللغة قال هذا لا يصح، اللغة العربية فيها مذاهب، قال لا يصح، لأن إبعاد جواب القسم عن القسم مسافة بعيدة هذا يخل بالبلاغة. والرأي الراجح والله أعلم، وهو الذي رجحه شيخ المفسرين الطبري، أن جواب القسم محذوف يدل عليه سياق الكلام. والنازعات غرقا، خمسة أقسام،
لتموتن لو ثم لتبعثن وتسألن. هذا محذوف، لكن ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحديث كله عن يوم البعث وعن موضوع الحساب. إذن هذا الأرجح، أن والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا لتبعثن ولتسألن. متى؟ يوم ترجف الراجفة. إذن عندنا قسم وعندنا جواب القسم. الآن نريد أن نرى المقسم به، ما هي معاني التي حملتها هذه الأيمان؟ ما هي النازعات؟ وما معنى غرقة؟ وما هي الناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات؟ هل هناك أقوال كثيرة؟ رجح ابن كثير والطبري لم يرجح، ذكر كل الأقوال وقال كل ما يحمل معنى النزع فهو متضمن بهذا القسم. ابن كثير رجح أن هذه كلها بمعنى الملائكة ووظائف معينة للملائكة، والنازعات غرقا أي قسما بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا عنيفا ثم تغرقها ثم تنزعها ليزدادوا عذابا أثناء خروج أرواحهم. والنازعات غرقا، كلمة غرقة هنا مأخوذة من عملية رمي السهم بالقوس. هلأ رمي السهم بالقوس إما أن ترميه رميا بسيطا، يعني ما تشد السهم كثيرا إلى الوراء، وإما ويقول ويقال هنا نزع السهم أي أطلقه بعد أن شده. قال فإذا شده شدا فاستوفى الشد، قال نزع فأغرق، يعني نزع نزعا شديدا كاملا لم يعد هناك مجال لأن يشد أكثر من ذلك وإلا انقطع الوتر. يقال هنا نزع فأغرق، يعني نزع نزعا شديدا قويا إلى آخر مدى وأطلق. هذا معنى والنازعات غرق أي الملائكة التي تنزع وتخرج أرواح الكفار والفساق والفجار نزعا شديدا عنيفا ليس وراءه شدة ولا قوة. وقيل في معنى غرق أن الكفار عند نزع أرواحهم يشعرون أنهم يهوون في واد سحيق أو يغرقون، وهذا أمر مشاهد في التاريخ. ذكر كثيرا أن كثير ممن مات من الطغاة والجبابرة والكفار والملحدين يقولون عند موتهم عند نزع أرواحهم أشعر أني أهوي في واد سحيق. والنازعات غرقا، لذلك قال سعيد بن جبير تنزع أرواح الكفار فتغرقها ثم تحرقها في النار، يعني يعذبهم أثناء النزع بعذاب الغرق التغريق وعذاب التحريق. والنازعات غرقا قسما بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا عنيفا شديدا قويا لا مزيد على قوته، حتى شبهوه بأنه سفود قد اشتمل عليه صوف رطب ثم نزع بشدة أثناء نزع السفود، والسفود هو السيخ من الحديد الذي له نتوءات له أغصان صغيرة، هذا إذا كان في داخل صوف مبلول رطب ونزعته نزعا عنيفا ماذا حدث بالصوف؟ تمزق وتبدد وتفرق. هذا هكذا يحدث بالكافر والفاسق عند نزع روحه. ورد في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لستمائة ضربة بالسيف أهون من معالجة سكرات الموت.
لستمائة ضربة بالسيف أهون، يعني مو مثل لسه سكرات الموت أصعب. نحن الآن يدخل شوكة في يد أحدنا أو في قدمه، بيأخذ إجازة 5 أيام من العمل وقاعد عم يقول آه آه شوكة، تصور ضربة بالسيف، يا ساتر، ضربتين، 3 4 5 100 600 ضربة بالسيف أهون من معالجة سكرات الموت. هل هي للكل؟ هل هي للكفار؟ هل هي؟ ورد أيضا في الحديث الصحيح: لا يجد الشهيد من ألم أو مس الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يعني إذا واحد قرص كيك أي انتهى الموضوع. قال: والشهيد يخفف عنه سكرات الموت وآلامها فلا يكاد يشعر من سكرات الموت بشيء. قال: مكافأة له على أنه رمى بنفسه في المخاطر وبين السيوف والرماح إرضاء لله فهون الله عليه سكرات الموت. الشهيد لا يشعر بسكرات الموت كما جاء في الحديث إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أي انتهى الموضوع، طلعت روحها على الجنة أحياء عند ربهم يرزقون. بينما الآخرين، يا لطيف، شيء عجيب. مع كل هذا، هلأ لما يسمع الإنسان هذا الكلام فورا يتبادر لذهنه ماذا يقول؟ اللهم هون أو خفف علينا سكرات الموت. يوجد رأي آخر، يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رقم كم؟ رقم 6 أو حتى 7، قال: والله ما أحب أن تخفف عني سكرات الموت. معقول يا رجل؟ معقول؟ قال: لأنها آخر ما يؤجر عليه المسلم في حياته. أنا شويها أطلع من الدنيا وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذه الآلام التي أشعر بها وأصبر عليها كلها إيش؟ حسنات تكتب وأجر ينزل في صحائف أعمالنا. لماذا تهون؟ لكن أسأل الله الثبات. شوف الفهم. قال: والله ما أحب أن تخفف أو تهون عني أو علي سكرات الموت، لكني أسأل الله الثبات، لأنه في هذه اللحظات الحرجة وأنت تعيش ضعفا مبالغ فيه وآلام شديدة، يأتيك الشيطان يريد أن يغويك في هذه الحالة. لذلك ورد كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر وعذابه. فتنة الممات هي هذه أثناء خروج الروح، ويأتيك الشيطان ويبدأ يذكرك كل شيء حتى ينسيك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة وعند الموت وعند البعث، نعيش تحت ظلال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نخرج من الدنيا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونبعث من قبورنا مع أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنازعات غرقا قسما بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار والفساق نزعا عنيفا شديدا مغرقا في القوة والشدة. والناشطات نشطا، الملائكة التي تسحب أرواح المسلمين بسهولة ويسر. ليه؟ أولا مكافأة لهم على ما سلف من أعمالهم، ثانيا لأن كل إنسان فاجر ولا غير فاجر قال يرى عند نزع روحه مقعده من الجنة أو من النار. لذلك ترتسم على أرواح، على وجوه الكفار والفاسقين ملامح رعب وفزع، رأوا ما لم ترى أنت. وترتسم على وجوه المؤمنين المتقين الأبرار علامات ابتسام وسرور ورضا، الله
أنا سأذهب إلى هنا، يا سلام. فتنزع روحه وهو يتمنى أن تنزع بسرعة حتى يذهب إلى هذا المقام، بينما الكافر يتمسك بروحه لا يريدها أن تخرج وليس بيده، لأنه يعلم أنها إذا خرجت سيذهب إلى ذاك المقام. وهذا أمر مشاهد، تجد الناس الصالحين المعروفين بالتقوى والصلاح، انظر إليهم عند احتضارهم طمأنينة وربما ابتسام، في سرور في رضا، وتجد الآخرين على النقيض، على النقيض من ذلك. لذلك لا تقبل التوبة عند الموت، لأنه في آخر مرحلة قبل خروج الروح أنت تنظر إلى مقعدك من الجنة إلى مقعدك من النار، فلا تقبل التوبة. هناك يؤمن الكافر، نحن نريد من الإنسان أن يؤمن قبل أن يرى، أما إذا رأى لا يقبل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن أيقنا بعد أن رأينا، هذا لا ينفعكم. ينفعكم لو أنكم آمنتم في الدنيا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب الذي غاب عنهم، الآخرة، الملائكة، هذا كله من الغيب. أنتم لم تؤمنوا في الدنيا بالغيب، لكن لما شاهدتم آمنتم، لا ينفعكم هذا الإيمان الآن، لا ينفع. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة ملائكة الرحمة تسحب روح المؤمن بهدوء ويسر، والله على كل شيء قدير. ما نزع الروح واحد، والتصاق الروح بالجسد في الكافر كالتصاق الروح بالجسد في المؤمن، ولكن هذا عملية نزع روحه من جسده قوية مؤلمة، وهذا عملية نزع روحه من جسده لطيفة وبرفق. وهذا أمر مشاهد في كثير من الأمور، يعني إنسان يريد أن يسحب دم، العملية واحدة صح، أن يدخل الحقنة في الوريد، تجد بعض الممرضات أو الطبيبات أو الأطباء يدخلون هذه الإبرة ويخرجون الدم وأنت لا تشعر إلا بوغزة بسيطة. بعض الأطباء وبعض الممرضات وبعض الطبيبات تشعر بآلام لا يعلم بها إلا الله، وهم يريدون أن يخرجوا منك قليل من الدم. العملية واحدة، لكن بحسب الساحب، وطبعا قبل ذلك بتوفيق الله، تختلف الشدة. العملية واحدة، هذا سحب دم وهذا سحب دم، وكذلك أخذ الإبر في العضل أو في الوريد. بعض الأطباء يأخذون هذه الحقن بطريقة يعني سلسة للغاية، أنت تستغرب انتهيت، الله أكبر لم أشعر. وبعضهم يجعل روحك تخرج قبل أن يكمل هذه الحقنة. ما العملية واحدة والله على كل شيء قدير. فنزع الروح عملية واحدة، لكنها من الكفار شيء وللمؤمنين شيء آخر. والسابحات سبحا، أيضا الملائكة التي تسبح أي تنزل بسهولة، بسرعة وسهولة، كالذي يسبح لتنفيذ أمر الله. فالسابقات سبقا، أيضا الملائكة، فالمدبرات أمرا، لأن كل ملك أو كل صنف من الملائكة لهم دور معين. فجبريل عليه السلام مثلا موكل بأشياء ومعه جند من الملائكة يعاونونه، وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. لذلك ملك الموت مرة قاله الله عز وجل بصيغة المفرد، مرة قال توفته رسلنا، لأن الملك معه أعوان. والمتوفي الحقيقي هو الله، عن طريق إيش؟ الملائكة، ملك الموت وأعوانه. أحد اللغويين المتمسكين باللغة العربية، واحذر من التفاصح عند من لا يعلم الفصاحة ما هي، قال كنت في جنازة مرة فسأل إنسان
من المتوفي؟ فقلت الله. قال فضربت ضربا شديدا كدت أن أموت. وهو فعلا المتوفي يعني الذي استوفى هو الله، لكن أنت إذا أردت أن تسأل من صاحب من هو الميت تقول من المتوفى. المتوفى هو فلان الذي مات، أما المتوفي هو من؟ لكن الناس لما بعدت عن الفصاحة، وهذا الكلام يعني هذه القصة من أكثر من 1200 سنة، سألوا من المتوفي فهو بحسب ما يعرف من الفصاحة والبلاغ قال الله، فظنوه زنديق يقول أن الله يموت، فضربت ضربا شديدا كدت أن أموت. فأنت لما تلاقي الوسط ما عنده فصاحة لا تتفاصح حتى تعلمهم، أما قبل أن تعلمهم إذا تفاصحت ظنوا بك السوء. من المتوفي؟ فرق كبير بين المتوفي والمتوفى. المتوفى هو الميت الذي مات، المتوفي هو الذي استوفى روحه أمرا وفعلا وهو الله عز وجل. نعم. فالمدبرات أمرا أي لتبعثن ثم لتسألن، هذا جواب الأقسام الخمسة. طبعا هناك من قال أن النازعات غرقى هم الرماة أثناء الحرب ينزعون السهام كما قلنا، هناك من قال النازعات هي النجوم، لأن معنى النزع هو الانتقال من مكان إلى مكان، والنجوم تنتقل من مكان إلى مكان، وكذلك الناشطات نشط ينشط أو أنشط إنشاطا، وهذا أيضا من الفصاحة في اللغة العربية أنه نشط بمعنى ربط، أنشط بمعنى حل، فيقال نشطت البعير أي ربطت الحبل بيده وثبته بالشجرة، وأنشطت البعير أي حللت عقاله. همزة الفعل مصدره واحد، بين نشط ينشط بين أنشط ينشط، قيل المصدر ناشط أو منشط، وقيل في معنى واحد كلاهما المصدر واحد وهو ناشط. نحن لا نريد أن ندخل في كل هذه التفاصيل، اخترنا الرأي الراجح أنه إيه. وحتى هناك من قال والنازعات غرقا هو الموت، لأن الموت هو الذي به تنزع أرواح الناس من أجسادهم. نعم. والسابحات سبحا، هناك من قال أنها النجوم، وهذا رأي قوي لكن غير منسجم مع ما قبله ومع ما بعده، لأن ربنا قال وكل في فلك يسبحون، وهنا قال والسابحات سبحا، والسباحة تقتضي معنى الانتقال من مكان إلى مكان، فالذي يسبح يكون هنا بعد قليل يكون هنا، فالنزع يقتضي الانتقال والتغير، النشط نفس الحكي عملية انتقال من حال إلى حال، كان مقيدا حله أو كان محلولا فقيده، والسابحات نفس المعنى، لكن نحن نذهب مع الرأي الجمهور أنها كلها تتعلق بالملائكة. طبعا كلمة فالمدبرات أمرا إجماع على أن المقصود بها شو؟ الملائكة، ما عاد أحد قال أي كلام آخر، لأنه لا يوجد تدبير إلا بأمر الله، والذي يدبر بأمر الله هم الملائكة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوجد شبه إجماع على أن المراد بالراجفة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية، شبه إجماع على ذلك. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك، هذه الراجفة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه الرادفة. وقيل، ولما نقول كلمة قيل يعني معنى أقل قوة، معنى ضعيف، أن الراجفة هي عملية التدمير الأولى، وأن الرادفة هي نهاية عملية التدمير،
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة، هذه الراجفة، فيذرها أي بعد قليل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لأنها تصبح أرض مستوية. إذن هناك من قال أن الراجفة هي عملية التدمير الأولى، ثم بعد ذلك عملية التدمير في نهايتها تسمى إيش؟ الله يفرج عن إخواننا في سوريا وفي تركيا وفي كل مكان، عندما زلزلت الأرض كانت المباني كيف؟ شاهقة مرتفعة، بدأت شو؟ بالانهيار، عندما انتهى الزلزال أصبحت البنايات كلها العمارات على الأرض، راجفة رادفة، رجفت فهدمت وردفت فأصبحت أنقاضا. إذن هناك من قال ترجف الراجفة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية، وهناك من قال أن الراجفة والرادفة هي بدء عملية التدمير ونهايتها، لأنه في النهاية تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لم تعد الأرض التي سيحشر عليها الناس هي الأرض التي كانوا يعيشون عليها قبل النفخة الأولى، راجفة رادفة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلثا الليل قام من بيته يريد أن يصلي في المسجد، قال فيرفع صوته ويقول يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يعني رسول الله يريد أن يوقظ الناس ليقوموا يصلوا في الثلث الأخير، فيوقظهم بهذه العبارة يا أيها الناس اذكروا الله، كفاكم غفلة في النوم، قوموا استيقظوا اذكروا الله. جاءت الراجفة يعني قليل وتأتي، مو جاءت فعل ماضي، هو يقصد أنها اقتربت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءكم الموت بما فيه أي استعدوا للموت سيأتي وكل آت قريب. هذا الحديث الذي ذكرناه رواه الترمذي وابن جرير ورواه أيضا أحمد في المسند، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نحن ماذا نفعل لنذكر الناس بصلاة التهجد؟ نؤذن الأذان الأول، صح؟ هذا الأذان الأول يعني أن الفجر قد دخل؟ لا، يعني أن الفجر قد اقترب، قوموا فاغتنموا الثلث الأخير من الليل، لذلك نؤذن، لكن ما نقول الصلاة خير من النوم لأن لم يأتي وقت صلاة الفجر. الأذان الذي يفيد دخول الوقت تقول فيه الصلاة خير. في بعض الدول العربية ومنها بلادنا سوريا تجد المؤذنين بيساووا شيء اسمه التراحيم، يشغل الإذاعة الخارجية ويبدأ بالتسبيح ليذكر الناس بالله بصوت ندي شجي، سبحان الحي القيوم، يعني قوموا فسبحوا. يأتيك بعض الناس يقول لك بدعة لا يجوز، يا أخي ليش لا يجوز؟ الله يرضى عليك، طالما في حديث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيذكر الناس ويقول لهم يا أيها الناس اذكروا الله، فإذا كان هذا تذكير لكن اختلف الأسلوب، وين البدعة بالموضوع؟ ما إما أذان أول
وإما كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه كفاكم يعني غفلة، وقوموا فصلوا. هذا دليل. إذن مسألة إيقاظ الناس قبل الفجر هذه مسألة مشروعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بهذه الصيغة: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. الأذان الأول أمر حسن، التنبيه بأي طريقة أخرى فيها تنبيه على ذكر الله هذا أمر مشروع، لكن لا بد من التنبيه إلى ما يلي: أن الأذان الأول يجب أن يكون منخفض أكثر من أذان الفجر، لأنك أنت هنا توقظ الناس على ماذا؟ على سنة. أما عند أذان الفجر أنت توقظهم على فريضة، الفريضة يجب على الجميع أن يستيقظوا، لكن السنة يا أخي هي سنة لا يجب على الجميع أن يستيقظوا. لذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول، انظر هو لم يرسل سيدنا بلال أو يرسل سيدنا العباس بصوته الجهوري ليقول: أيها الناس اذكروا الله، يوقظهم مرعوبين فزعين، لا، هو بصوته صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اذكروا الله. يعني عملية إيقاظ من النوع الهادئ. أما أذان الفجر يجب أن يكون قوي: لقنها بلال فإنه أندى منك صوتا. هذه أندى تحمل معنى القوة وتحمل معنى الجمال، لأن الإيقاظ على الفرض ليس كالإيقاظ على السنة. ولذلك هذه التي نقول عنها أو تسمى عندنا في بلادنا التراحيم تكون بصوت جميل وهادئ، فمن أراد أن يستيقظ يستيقظ، ومن كان غارقا في نومه لن يتأثر ولن يقوم فزعا. بتلاقيها يبدأ بسبحان الملك القدوس، من أراد أن يستيقظ استيقظ، من ما أزعجه. أما يكون الصوت مزعج هذه مشكلة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، أي قوموا فاستعدوا للموت بالصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار، وهذا وقتها والمستغفرين بالأسحار. طيب هذا اليوم إذا جاء ما الذي سيحدث فيه؟ قال: من جملة ما سيحدث قلوب يومئذ واجفة. واجفة أي خائفة فزعة، هذه أي قلوب؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طبعا الفزع هو للجميع، لكن الفزع مراتب، والخوف من يوم القيامة للجميع، لكن خوف الكفار ليس كخوفه المؤمنين. المؤمنين يؤمنون بيوم البعث وجاءهم ما يعرفون، أما الكفار ينكرون يوم البعث وفوجئوا بما كانوا ينكرون. فشوف الموضوع كيف مختلف. طبعا عند الحساب الكل قلبه مضطرب، يعني عندما يأتي الطلاب كمثال لاستلام النتائج الكل قلوبهم مضطربة، لكن الذي يعلم أنه درس جيداً وقدم امتحانات ممتازة قلبه وجل، يعني هياخد 90 ولا 92، هيخش طب ولا طب أسنان، فالوجل عنده في هذه المراتب. أما هو متأكد أنه فوق 90 أو شبه متأكد، لكن الذي لم يدرس قلبه يرتجف: هل أنا سأبقى للإعادة أم سأكون ناجح في الحد الأعلى الأدنى؟ فشوف هذا الرجف يختلف عن هذا، وكلهم خائفون، لكن هذا الخوف يختلف عن هذا الخوف. قلوب يومئذ واجفة خائفة فزعة
أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها. القلوب ليست لها أبصار تبصر بها بمعنى العينين الجارحة. بصر القلب يسمى بصيرة، أما عندما تقول أبصارها فنحن نعني الجارحة، أي أبصار أصحابها، وأضيف إليها للملابسة. وخاشعة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال والذل. المجرم تلقاه بعد ما يسوقوه سوق عنيف مع الإهانة والتعذيب والضرب والشتم، كيف يكون في المخفر جالس في قسم الشرطة أو في المحكمة؟ طبعا إذا ما كان عنده واسطة، إذا كان عنده واسطة بتلاقيه جالس كده وما عم يعمل بالقاذف ده، لأنه يعلم أنه سيخرج. نحن عم نتكلم على الحالة، على الحالة العادية. يوم القيامة ما في واسطة، يوم القيامة ما أغنى عني مالية، تقول والله بيشتريهم بالقروش، يوم القيامة ما في قروش تشتري يا بابا. هلك عني سلطانية، ما فيش وزير وأمير وطاغية وملك وسلطان، هلك عني سلطانية. فهناك يوم القيامة لا يوجد أي وسيلة للنجاة سوى رحمة الله ثم العمل. حيث لا عمل لا حول ولا قوة إلا بالله. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أي عندما يتأكد أن هذا يوم البعث، أئنا لمردودون في الحافرة، أي أئننا لعائدون إلى الحياة بعد موتنا، إذن هذه خسارة كبرى، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بيوم الحساب فلم يستعدوا له، فجاءهم بغتة فحشروا على غير استعداد ولا أعمال سابقة، فهي خسارة بالنسبة لهم. لذلك يوم توزيع النتائج بالنسبة للكسالى الخسارة الكبرى، بالنسبة للدارسين المجتهدين هو يوم الفرحة الكبرى، هو يوم واحد توزيع النتائج، على هؤلاء خسارة وعلى هؤلاء جوائز. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد والبعث. كانوا في الدنيا يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة. الحافرة على هذا المعنى هي القبور، لأنها تحفر ويوضع فيها، وقيل الحافرة هي النار، وقيل الحافرة هي سطح الأرض، يعني أئنا لمردودون إلى الحافرة، إلى وجه الأرض بعد أن كنا في بطنها. ما عندما ماتوا وين أصبحوا؟ في بطن الأرض. أئنا لمردودون إلى الحافرة، هذه المعاني كلها محتملة على حسب المراحل. أئنا لمردودون في الحافرة، أي بعد أن كنا فيها أصبحنا فوقها، ثم سنكون في النار، فهذه كلها حافرة. وورد أن الحافرة من أسماء النار. قال ابن زيد الحافرة هي النار وما أكثر أسمائها، هي النار والجحيم والسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. وطبعا لم يذكر كل الأسماء، عم يقول لك وما أكثر أسمائها. نعم، الأشياء التي تخيف لابد أن تتعدد أسماء لتوقع الرعب في القلوب. الأمن، المخابرات، قوى المدري شو، أسماء كثيرة لمسمى تقريبا واحد، لبث الرعب في قلوب من يفكر في الإخلال بالأمن. بلا تشبيه. نعم، إذن هي النار وما أكثر أسمائها، هي النار والجحيم والسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة وويل وإلى آخره. أما قولهم تلك إذن كرة خاسرة، قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. والله الخسارة كبيرة، خسارة لا تعوض. فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن ما في رجعة،
فرصتك في الحياة مرة واحدة، إما أن تغتنمها فتذهب إلى الجنة، وإما أن تضيعها فتذهب إلى النار. حكى لنا بعض الضباط في القوات المسلحة أنه مهندسي الألغام يلي بينزعوا الألغام من تحت الأرض، قال عند التدريب أول قاعدة يقولون له انتبه جيدا ففرصتك مرة واحدة، لأنك إذا أخطأت انفجر فيك اللغم، إما مت وإما أصبت إصابة بالغة ستجعلك تحال على المعاش، ما عاد في مرة ثانية. الحياة الدنيا أخطر من مهندسي الألغام. الحياة الدنيا ما في إلا حلين، إما الجنة وإما النار. إما أن تغتنم حياتك هذه فتسعد سعادة الأبد، وإما أن تضيعها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لذلك يا أخواننا هون قريش هذا حالها، من كفر منهم لئن أحيانا الله بعد موتنا لنخسرن. أحد الأدباء الظرفاء كان يتجادل مع طبيب ومنجم، وفي ذلك الوقت في العهد الأموي كان معظم الأطباء من غير المسلمين. قبل أن ينهض المسلمون ليستولوا على أزمة العلوم، ومعظم الذين يشتغلون بالفلك من غير المسلمين، فكان يجادلهم وهم يقولون له لا بعث بعد الموت، وهو يقول لهم هناك بعث وحساب. فقال بيتين لطيفين من الشعر، قال زعم المنجم والطبيب كليهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما، أي ابتعدا عني، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني نحن نعتقد أنه في يوم بعث، وهذا من باب التنزل للخصم. طيب إذا ما طلع في يوم بعث إيش خسرنا إحنا؟ والله كنا نأكل ونشرب الحمد لله بالحلال، ما طلع في يوم بعث خير إن شاء الله. انحرمنا الخمر بلاها، انحرمنا الربا بلاها، لكن اللي ما مؤمن بيوم البعث وطلع في يوم بعث، تلك إذن كرة خاسرة على هؤلاء الملحدين، على هؤلاء المنكرين، كرة خاسرة. نعم، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بها فلم يستعدوا لها، فمآلهم فيها إلى النار، تلك إذن كرة خاسرة. فيقول الله لهم فإنما هي زجرة واحدة، صيحة غضب واحدة، نفخة صور واحدة، فإذا هم بالساهرة، سيبعثون ويساقون إلى أرض تسمى الساهرة، وهي أرض المحشر. هلأ قيل أن هذه الأرض، ورد بعض الأحاديث أنها تكون من فضة، تبدل الأرض غير الأرض، وقيل أنها هذه الأرض هي أصول الجبال اللي ما كانت ظاهرة، الجبال الله نسفها نسف طارت، فظهرت الأرض التي كانت تحتها، فجمعها الله إلى بعضها ثم مدها، ويحشر الناس يوم القيامة على أرض لم يعص الله فوقها طرفة عين. هذه هي إيش؟ الساهرة. طبعا هناك أحاديث تفيد بأن هذه الأرض ستكون في بلاد الشام، وهي أرض المحشر والمنشر، ويمدها ربنا. حتى بعض الروايات ذكرت اسم جبل حسان، جبل حسان الآن في العراق على ضفاف دجلة، وبين أريحة، أريحة الآن في فلسطين، قالوا بين هاتين المنطقتين هي أرض المحشر لكن الله يمدها. كل هذه الأقوال المهم تفيد أن الساهرة هي أرض المحشر، سواء كانت من فضة أو كانت أصول الجبال التي سينسفها ربي نسفا يجمعها إلى بعضها ثم يمدها، المهم أنها أرض لم يعص الله فيها. وقيل أنها تبدأ من الشام ثم يمدها ربي إلى أن تتسع لكل الخلق من عهد آدم إلى آخر رجل مات قبل قيام الساعة، لأنه كلهم سيبعثون، بل مع الجن. فبأي آلاء ربكما، مين يا ربكما؟ ألف التثنية، يا معشر الجن
والإنس، هذه الأرض ستمد وتبسط لتتسع لكل مكلف سيحاسب، فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم يعني ما تظنوا أن الأمر عسير على الله عز وجل؟ كل هالناس اللي ماتوا وتفرقوا في الأرض وتحللت أجسامهم بكلمتكم بنفخة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. في سورة الزمر، فإذا هم قيام ينظرون. في البداية قيام ينظرون كأنهم جراد منتشر، لكن بعد ذلك يساقون جميعا إلى، فهذه كلها مراحل. فإذا هم بالساهرة. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، ونتابع في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.